زي ما التكنولوجيا اتطورت في طب الاسنان كمان الفكر اتطور. زمان كان الطفل لما اسنانه بتوجعه كان يروح عند دكتور الاسنان نخلع الاسنان دي، بس دلوقتي لا، علاج الاسنان عندنا مش بس ان احنا نعالجها، لا كمان احنا لازم يكون عندنا فيه وقايه من التسوس، نشوف اذا كان فيه تسوس موجود نلحقه من الاول علشان ما يحصلش وجع، او ان انا يتعمل له جلسات فلورايد بحيث ان انا امنع التسوس ان هو يحصل في اسنانه. عشان كده بننصح بالمتابعه الدوريه مع طبيب الاسنان كل 3 شهور.